لكل منهما. الآن نيجي لأنظمة حقن الوقود الأحادية أو المركزية اللي هي Single Point Fuel Injection Systems، اللي هي عبارة عن أنظمة حقن تستخدم بخاخ واحد أو بخاخين على الأكثر في مجاري السحب فوق الثروتل مباشرة. أنظمة المالتي بوينت فيول انجكشن سيستمز لمتعددة البخاخات بيكون فيها أربع بخاخات لأربع أسطوانات، ولكن هذا النظام بيكون في عندي بخاخ واحد، إذا كان العدد أربع أسطوانات يكون عندي بخاخ واحد. يكثر هذا النظام في سيارات الفيات أونو، بيكون بخاخ واحد موجود فوق الثروتل بحيث إنه يبخ ثم يختلط البنزين بالهواء ويتوزع على الأربع بخاخات. إذا كانت السيارة ست أسطوانات أو ثمان أسطوانات، فبدل البخاخ ممكن نستخدم بخاخات اثنين على جنوب بعضهن. هذا النظام شبيه بالكربوريتر، سعره أقل، يستخدم في السيارات الأقل تكنولوجيا، أداؤه ليس بمستوى المالتي بوينت فيول انجكشن سيستمز. طبعا هذا كمان سيئته يا شباب إنه في الأيام الأجواء الباردة جزء من البنزين بتكثف في مجاري السحب. ليش؟ لأنه بكون مجاري السحب باردة، فبتكثف البنزين فيها ولا يصل جميعه إلى داخل غرفة الاحتراق بشكل جيد مثل ما هو في المالتي بوينت فيول انجكشن سيستمز، حيث لكل أسطواني لها بخاخ خاص فيها ببخ خلف مجاري السحب، أو ببخ عفوا خلف صمام السحب مباشرة. فلما يفتح صمام السحب بدخل البنزين لداخل غرفة الاحتراق، بينما هذا النظام لا، ببخ وين؟ فوق صمام الخانق، يعني على نقطة قبل ما تتفرع البنزين الهواء والبنزين إلى الأربع أسطوانات. زي ما احنا شايفين، هي شايفين وين ببخ في هاي المنطقة، بيختلط بالهواء اللي داخل وبعديها بتفرع على الأربع أسطوانات، وهي مسافة طويلة ولا ضمانة انه جميع الاسطوانات يدخل لها نفس كمية الهواء ونفس كمية البنزين. فلذلك اللي بيكون فيه اربع بخاخات بيكون بخاخ اثنين ثلاث اربعة ادق من هذا النظام اللي بيكون فيه بخاخ واحد فوق صمام الخانق او فوق الثروتل. نفس النظام العادي المالتي بوينت فيول انجكشن سيستمز، تقوم المجسات بمراقبة الاوضاع التشغيلية المختلفة للمحرك واعطاء المعلومة الى الكمبيوتر الذي يقوم بمقارنة هذه المعلومات وعمل بروسيسنج لها، ومن ثم إعطاء الأوامر إلى المنفذات المختلفة بناء على المعلومات الواردة لها. طبعا أهم منفذ عندنا زي ما حكينا سابقا اللي هو البخاخ، حتى يبخ كمية البنزين المناسبة للبخاخ. هذا النظام اللي مبين أمامنا يا شباب هو نظام حقن مركزي. بنلاحظ في عندي شايفين بخاخ واحد هان موجود، أنا هذا البخاخ، هذا البخاخ ببخ مباشرة فوق صمام الخانق، بعدها بدخل لوين؟ بدخل لداخل المحرك. بقية الأجزاء معروفة وبسيطة، مثلا رقم واحد تنك البنزين، رقم اثنين المضخة، رقم ثلاث فلتر البنزين، بيطلع البنزين بيجي للبخاخ اللي هي فيول انجكتور. في عنا منظم الضغط، مش بعطيها رقم عندنا، هي هو منظم الضغط بحيث انه البنزين الراجع او الفائض برجع على تنك البنزين من خلال منظم الضغط. خمسة لترات البوزيشن سنسور اللي بيكون راكب على لترات الموجود عندنا هان. ستة اللامدا سنسور. سبعة الانجن كولان تمبرشر سنسور. ثمانية الاجنيشن ديستريبيوتر. تسعة الكترونيك كنترول يونت. هاي الخارطة الكهربائية اللي له. طبعا انتم رح تاخذوا الفصل الجاي في مادة اسمها الكان بس، خوارط كهربائية بشكل مفصل اكثر من هيك. فمثلا ناخذ بعض الاجزاء، مثلا بي 1، لو جينا طلعنا على بي 1 هيو بي 1 كاتب لي عليها مجاز قياس درجة حرارة الهواء الداخل المحرك. فبنلاحظ في عندي من تحت مثلا طبعا خط 31 هذا اللي هو السالب الشصي، وفي عندي فوق خط 30 اللي هو الخط المرتبط مع موجب البطارية، وخط 15 اللي هي خط المربوط مع فتحة السويتش. فبي 1 مجاز قياس درجة حرارة الهواء الداخل المحرك اللي هو الاي اي تي او الانتيك اير تمبرشر سنسور، بنلاحظ في عليه سلكين، سلك مرتبط اللي هو رقم 10 مع السالب، والسلك الثاني اللي هو رقم 14 مرتبط مع الكمبيوتر. بي 2 اللي هو مجاز الاكسجين، بنلاحظ نفس الشيء مرتبط مع 13 ومرتبط مع خط 20 الموجود فوق. كذلك بنلاحظ من شباب مجاز الاكسجين لانه في هيتر، فمرتبط كذلك مع فتحه السويتش او مع خلينا نسميه مع المضخه، بحيث انه يوصل لما يصل تيار كهربائي المضخه بصل للهيتر الموجود في داخل حساس الاكسجين من اجل تسخينه، لانه حساس الاكسجين لا يعمل الا لما ترتفع درجه حرارته فوق ال 200 درجه مئويه. بي 3 مجاز درجه حراره المحرك اللي هي الانجن كولان تمبرشر سنسور، ايضا في عليه سلكين، سلك رقم 16 مع السالب وسلك رقم 2 مع الكمبيوتر. بي 4 اللي هي الثروتل بوزيشن سنسور،
طلعت البوزيشن سنسور لاحظ في عليه 5 سلاكس، الكسالة 25، وفي عندي 8 و7 و18 مرتبطات باللي طلعت البوزيشن سنسور F1 وF2 اللي هي عبارة عن الفيوزات، H1 اللي هي التشيك انجن اللي هي ميل فانكشن انديكيتور لامب، K1 و K2، K1 اللي هو عبارة عن المرحل الرئيسي، أو عفوا المرحل المضخة، هي مرتبط مع المضخة شايفينه، اللي هي Y2 هي عبارة عن المضخة فهو مرتبط معها مرحل المضخة، وكيت K2 اللي هو ايش المرحل الرئيسي، X1 وحدة التحكم الإلكترونية، Y1 اللي هو الإيفابوريتيف إيمشن كانستر بيرج فالف، وين Y1 دوروا معي على Y1 هيو الإيفاب Evaporative Emission Canister Purge Valve، هو عبارة عن مفاعل بنلاحظ انه مرتبط السالب جاي من الكمبيوتر والموجب جاي من خط 15. في عندك كمان Y2 مضخة الحقل الكهربائي للفيول بامب، السالب هيو جاي على رقم 2 من خط 31، الموجب يا شباب بتشوفوه جاي من خط 87 من خلال مرحل المضخة. Y3 اللي هي انجكتور او البخاخ، Y4 صمام التحكم في السرعة البطيئة مع صمام الخانق، Y4 هيو زي ما احنا شايفين اللي هو الايدل سبيد كنترول. بنلاحظ انه في عندنا رقم 18 مع السالب ورقم 3 مع الكمبيوتر، وفي عندنا كمان خطين 23 و24 مربوطات مع الكمبيوتر. بنلاحظ انه هذا ايضا في محرك الايدل سبيد كنترول موجود فيه، عبارة عن محرك لانه ممكن يكون محرك وممكن يكون سولينويد، هذا اللي موجود عندنا هان عبارة عن محرك كهربائي. ارجو منكم يا شباب بعد سماع هاي المحاضرة التوجه الى مودل، راح تجدوا مجموعة من الاسئلة متعلقة بالمادة اللي شرحناها ويجب اجابتها فورا، بالاضافة الى انه المحاضرة مرفوعة بصيغة باوربوينت بإمكانك تنزيلها باوربوينت وإجابة الأسئلة عنها. شباب يجب إجابة الأسئلة بدقة والابتعاد عن النسخ واللصق لأنه هذا الحكي من مصلحتكم، غير هيك أنت لن تستفيد شيئا، لأنه التعليم الإلكتروني يا شباب يتطلب أنه لازم أنت تدرس في البيت لوحدك. يعطيكم العافية.